قسم من الناس، قسم من المؤمنين، من يدخل إلى مجلس تسر القلوب بمقدمه، يعرف هذا ما جاي إلا والبشر في وجهه. وهكذا المؤمن، المؤمن هش بش لطيف، أينما حل حلت اللطافة معه، حتى لو مجلس كل منكرات ومنغصات وهموم وألم يقلب الجو كاملا بحضوره. وفي قسم ثاني على العكس، صالوا له من واحد يدخل القاعدين عدلوا جلستهم، لأن يدروا هذا ما جاي إلا حاملوا إياه كم واحد توفى اليوم، وحاملوا إياه الأسهم طاحت، وحاملوا إياه كل خبر يعور الرأس يعور القلب جايب لنا وياه، صح أو لا؟ فأنت شوف مع أي القسمين تكون، مع أي المسلكين تسلك.